يوم 29 سبتمبر يعني بعد 4 أيام إن شاء الله ننتج أول لقاح جزائري لكورونا. اسكت يا حبيب، كازي جوديسيير نتاعك فيه 5 صفحات الكذب، التصفصيط، النفاق. هناك يعني حسب السيد وزير الصيدلانية نذكر راح يكون هناك صناعة للتلقيح. لا ماهيش صناعة، يعني حسب فهمي ماهيش صناعة، مش صناعة، هما تقدر يعمروا يجيبوا للفاكسان يعني في يجيبوا للتلقيح يعني كمية كبيرة ويعمروها ويقدموها يعني تقدر تقول اسومبلاج تركيب يعني تركيب ويقدموها للتلقيح. انا بغض النظر يعني نصارحك في كل في مصرفي نفخ العجلات تقدر شوف انا نصارحك يعني انا مانيش مقتنع لانه الاستيراد الحالي الفاكسان يقوم تقريبا $9. نعم $9 يعني للقاروره الوحيده، القاروره تاع التلقيح، و $7.5 استغفر الله، $7.5 والصناعه راح تقيم لنا $9، نفس حكايه السيارات صح التعبير كما قلت انت $9. وضيف الى ذلك احنا يعني بين قوسين المغرب مصر قامت حتى هي بمؤسسات من نوع هذا يعني تاع لاسومبلاج ومستعده باش تصدر. احنا لما نصدر يعني احنا كي هما يصنعوا احنا نصنعوا نعمروا مش نصنعوا، لانه مستحيل، وهذه نقولها يعني للمشاهدين الكريم، مستحيل انه روسيا تعطيك الوصفه تسوى ملايير الدولارات، مستحيل تعطيها لك، تعطيك تعمر مع شروط انك ممنوع. لكن كان هناك حديث تصدر على تنسيق للانتاج. شوف نخبرك حاجه، كل ما يقال شيء، لكن الوثائق ممكن يعني حتى الروس مستحيل يعطيك حتى تصدر اللقاح نتاعهم، مستحيل. انا سوق اقتصادي. سوق اقتصادي ممكن الاستهلاك المحلي مصحيح. لا يعني ما حش يعطيك السوق تاعو باش تصدر. لا نضيف لك انا مانيش طبيب لكن وما لست خبير في شيء هذا، لكن اليوم احنا عندنا كورونا، نفترض انه الفيروس هذا تحول وشكون يزيد يعطيك لا، ولكن ربما حتى كورونا اصبحت اقتصاديه اكثر منها طبيه وصحيه. متفقين، اليوم عند كورونا درت عليها مصنع واستثمرت فيها وراح تصنع باكثر كلفه، وبعد كورونا يجي فيروس اخر، كيف يجي يعني فيروس اخر؟ كيف سنعمل؟ نفس كيف سنعمل؟ ليس نفس المنتوج، نفس البرودوي ليس. اذا الاصح هذه الاموال تروح في تطوير البحث العلمي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.